حكاية قديمة لطالما حرصت فيها الكلاب رعايا الإنسان من الثعالب والذئاب المفترسة. وهنا في جزيرة وارنامبول الوسطى في جنوب أستراليا نجد كلابا تحمي صغار البطريق بعد أن هجمت وقتل منها نحو 140 بطريقا العام الماضي. لكن الأمر اختلف الآن بعد إدخال هذه الكلاب الإيطالية إلى الجزيرة. لدينا الآن ما لا يقل عن 50 طائرا تزاوجت في الوقت الحالي، لذلك نحن نأمل بحلول نهاية يناير أن يكون لدينا حوالي 100 طائر في جزيرتنا. فهذا بطريق صغير لطيف يختبئ في عشه، نجا ويحاول الحفاظ على نوعه. وبعد برنامج الحماية الذي تقوم عليه السيدة تريش كوربت ومعاونوها من ضباط الحياة البرية، أصبح هذا البطريق وأخوته بمأمن من هجمات الثعالب. حكاية البطاريق وحراسها من الكلاب لفتت الأنظار بشدة، ففي عام 2015 قام بعض المنتجين بتجسيدها في فيلم أودبول. قد تعاملنا مع كل فريق عمل فيلم أودبول. لقد قضوا 4 أسابيع على الجزيرة. الكلب أودي وأخته تولا قضيا 8 مواسم، لذلك هما الأبطال الحقيقيون للمشروع. البطاريق وأصدقاؤها الكلاب لم يلفتوا أنظار صناع السينما فقط، فلا زال الزوار من محبيها يأتون للاطمئنان عليها والاستئناس برؤيتها.